إن شاء الله الجزء الثاني من درس الثورات على بركة الله فلنتوكل. إذن الجزء الثاني والأخير من درس الثورات، نأتي على الفقرة الأولى من داخل هذا الدرس وهو أنواع الثورات. طبعا عندنا ملخص تعليمي وفي النهاية مطلوب منا اللي هو نبحث عن قبل نبحث عن اللي هو نقسم الثورات إلى أنواعها وتصنيفها حسب الجدول اللي مطلوب عنا. طبعا أنا قسمته أيه موجود عندي، حنقسم كل واحدة على حدة وحنبدأ في البداية في الفقرة الأولى اللي هي حسب عدد الضحايا. منها ثورات بيضاء من اسمها بيضاء لا يسقط فيها عدد من الضحايا كالثورة المجيدة في بريطانيا وإنجلترا 1688 والثورة المصرية 2011 التي أنهى نظام حكم حسني مبارك. ثورات حمراء لكثرة عدد الضحايا كالثورة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية التي سقط فيها آلاف الشهداء. إذا حسب عدد الضحايا بنصنفها إلى بيضاء وإلى حمراء. بيضاء لا يسقط فيها ضحايا، الحمراء يسقط فيها ضحايا، وعندنا طبعا أشكال هاي أو بعض الصور. إذا الحمراء كالثورة الفلسطينية الكبرى، البيضاء كالثورة المجيدة والثورة المصرية، هذا فيما يتمثل بعدد الضحايا. نأتي إلى المدة الزمنية، سنقسمها إلى نوعين، قصيرة الأمد وطويلة الأمد. قصيرة الأمد كالثورة الفرنسية عام 1789 وهي مدتها يوم واحد أسقط فيها النظام الملكي وأعلن الجمهوري، وطويلة الأمد اللي هي الثورة الجزائرية التي امتدت من 1954 حتى 1962. إذن نوعين، قصيرة الأمد كالثورة الفرنسية وطويلة الأمد كالثورة الجزائرية. نأتي إلى الأساليب المتبعة، ثورات سلمية وثورات مسلحة. الأساليب السلمية هي التي لا تستخدم سلاح كثورة الياسمين التي سقط فيها اللي هو الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وخاصة أنه بعد ما اندلعت المظاهرات وأحرق البو عزيزي نفسه احتجاجا على المسؤولين، طبعا حيمر معنا. وثورات مسلحة مرت معنا في الصف الحادي عشر كالثورة الصينية قيادة ماو تسي تونغ والثورة الكوبية ضد الاستعمار، وعنا منها ثورات سلمية كثورة الياسمين ومسلحة كثورة ماو تسي تونغ والثورة الكوبية بقيادة فيدل كاسترو، وأخيرا عنا القائمين عليها والتي قد تحدث من أعلى الهرم في السلطة كثورة الضباط الأحرار في مصر 1952 وتحدث من داخل الحزب وتسمى تصحيحية كانقلاب حافظ الأسد، وعندنا ثورات شعبية يشترك فيها أغلب الشعب كالانتفاضة الفلسطينية أو انتفاضة الحجر وسميت بشعبية لأنه يشترك فيها أغلب الشعب عام 1987، وحيمر معنا درس كامل عن الثورة الفلسطينية. إذا عندنا القائمين عليها من أعلى هرم السلطة اللي هي ثورة الضباط الأحرار، تصحيحية من داخل الحزب اللي هو حزب حافظ الأسد والانقلاب الذي قام به، ثورات شعبية اللي هي الثورة الفلسطينية. نرجع نعيد الفقرة من جديد مرة أخرى. إذا عدد الضحايا بيضاء لا يسقط في ضحايا وحمراء يسقط فيها ضحايا، الثورة المجيدة والمصرية بيضاء، الثورة الفلسطينية حمراء. المدة الزمنية منها طويلة الأمد وقصيرة الأمد، القصيرة كالثورة الفرنسية والطويلة كالثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي. الأساليب المتبعة سلمية ومسلحة، ثورة الياسمين اللي هي سلمية، ثورة ماو تسي تونغ وفيدل كاسترو اللي هي ثورات مسلحة. الثورة القائمين عليها كنوعين منها اللي هي تحدث من أعلى الهرم كثورة الضباط الأحرار يعني من الجيش نفسه، من داخل الحزب التصحيحية كثورة حافظ الأسد. الثورات الشعبية التي يشترك فيها معظم الشعب وتسمى ثورة تصحيحية. هيك بنكون رجعنا كل التقسيمات حسب ما هو مطلوب عنا. نكمل فقرتنا اللي هو الفرق ما بين الثورة والانتفاضة. الثورة زي ما حكينا هي إحداث تغيير في المجتمع، قد تكون مخططة أو جماهيرية عفوية تستخدم القوة أو الوسائل السلمية. أما الانتفاضة فهي دائما حركة عفوية يقوم بها الشعب غير مخططة. هذه الانتفاضة قد تكون رفض
لقرار اتخذته السلطة الحاكمة أو رفض لسياسة احتلال كالانتفاضة الفلسطينية. الثورة تهدف إلى تغيير المجتمع كلياً، بمعنى تحوله من مثلاً رأسمالية الاشتراكية، من ملكية لجمهورية. لكن الانتفاضة لا تهدف لتغيير المجتمع، تهدف لرفض قرار معين، يعني كقرار رفض ضريبة، أو تهدف لسياسة احتلال كسياسة قمعية، ولكن لا تغير المجتمع ككل. مثال على ذلك الانتفاضة الفلسطينية. ونأتي على سؤال مهم ودائما وارد معنا في الاختبارات، أكثر من مرة يرد هذا السؤال، اللي هو نأتي له مرة أخرى. استنتج أهمية الثورات للشعوب، وهو موجود عندي صفحة 45. السؤال: نستنتج أهمية الثورات. الثورات تغير أنماط الحياة السائدة، إذا تغيير نمط الحياة السائدة، تحرير الفكر من الخرافة، بعد كمان التخلص من الفقر، التحرر من الاستعمار وتبعيته، وبعث الثقة بالذات. لو إحنا نظرنا كويس على الكلمات تغيير، تحرير، تخليص، تحرير، كلمات مترادفة وواحدة اللي هو بعث الثقة بالذات، تغير أنماط الحياة السائدة. فمثلا المجتمع يقوم بثورة لتغيير، زي ما حكيت، المجتمع من رأسمالي لاشتراكي، تغيير ثقافته، تغيير سياسته، تحرير الفكر من الخرافة. قديما كان الإله مثلا الحاكم مؤله، فهذه خرافة، والإله لا يخطئ، عفوا، والحاكم لا يخطئ أو الملك لا يخطئ فهو مؤله، هذه خرافة. الثورات تحرر الإنسان من هذه الخرافة، تمنح الشعوب ثقة بالذات، ثقة أنها قادرة على تغيير المجتمع. الثورات تخلص المجتمع من الفقر، والثورات تحرر المجتمعات من الاستعمار. نأتي إلى الفقرة التي تليها، وهي أهمية عوامل نجاح الثورات. هناك أكثر من عامل سوف نقسمها إلى 5 نقاط. أولا: عدد الثوار والسلاح وتدريبهم والحاضنة الشعبية والتكتيكات وتحركاتهم. نوع السلاح، فمثلا هناك من يستخدم سلاح قاتل، سلاح عادي. تدريبهم متى أو كلما كانوا مدربين، كلما كانت فرصة النجاح أكثر من الأسلوب العشوائي. الحاضنة الشعبية، بمعنى كلما كان الشعب مقتنع بالثورة كلما كانت أفضل وأنجح. حسن تكتيكاتهم والمقدرة على تعويض الخسائر. مثلا الثوار لا يلجأوا مثلا إلى حرب واحدة، مثلا اللي هي الحرب البرية، قد يستخدموا مثلا هجوم بحري، هجوم بري، هجوم جوي. إذن تكتيكاتهم بما معناه أنه كل فترة وفترة يغيروا طريقة اللي هو ثورتهم، حتى لا يتعرف العدو على خططهم اللي بيتبعوها، يعني التكتيكات، الخطط والأساليب اللي بيتبعوها. 2، الأسلوب السلمي. أسلوب سلمي يعني بمعنى آخر يبتعد ابتعاد تام عن استخدام السلاح كالتظاهرات والاعتصامات. الآن هذا الأسلوب السلمي أنجح دائما في الثورات. لماذا؟ لأنه يمنع الحكومة من استخدام القوة، بمعنى أنه حيكون طرفين، حكومة وشعب يستخدم أسلوب سلمي، فالحكومة لا تستطيع استخدام أو لا بنفسها لا يمكن لها أن تستخدم القوة مقابل الثورة السلمية، لأن التوازن بينهم سيكون مفقود نهائيا. ونكمل الفقرة الأخيرة: قيادة الثورة في نوعين من القيادات. قيادة مخلصة، أكيد مخلصة، إذا لأنها تعمل وبالتالي تعمل على تحقيق الوحدة. إذا مخلصة تعمل على تحقيق الوحدة. طيب، قيادة تؤثر مصالحها الخاصة، من اسمها مصالحها الخاصة، إذا سوف تؤدي إلى الفشل لأنه لا تهتم إلى الشعب. إذا نوعين من القيادات: مخلصة ستؤدي إلى النجاح، فاشلة، عفوا، تؤثر مصلحتها الخاصة، إذا فاشلة. حجم المشاركة،
كلما زادت المشاركة الشعبية أدى ذلك إلى النجاح. إذن عنا علاقة طردية، كلما زادت المشاركة زادت احتمالية النجاح، لأنها تعطي بأحقية الانتفاضة أو الثورة عفوا. إذن دليل على أن الشعب هو اللي طلع، إذن دليل على أنه عنده حقوق بيطالب فيها، إذن فهي تميل إلى النجاح. كلما شارك الشعب كلما كانت تميل إلى النجاح. الدعم الخارجي، الثورات تحتاج إلى دعم مالي عسكري غذائي كالثورة الفلسطينية التي حصلت. إذن كلما حصلت على دعم أصبحت ناجحة، ولكن متى يصبح الدعم فاشل؟ عندما ترتبط قرارات الثورة بالداعمين، كأن يقول مثلا إذا لم تفعل أو توقف فلان سوف أوقف عنك الدعم، إذا لم تنفذ قراراتي سوف أوقف عنك الدعم. إذن إذا ارتبطت الثورة بقرارات الداعمين، إذن الثورة ما إلها إلا الفشل. هيك بنكون جمعنا بين أكثر من بند لنجاحها: عدد الثوار، الأسلوب السلمي، قيادة الثورة، حجم المشاركة الشعبية، الدعم الخارجي. وهيك إن شاء الله بنكون أنهينا درس الثورات. فيما بعد سوف نتناول درس جديد.